قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببير خادم من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 36 سنة يقوم بتزوير وثائق إدارية وترويجها على مستوى بلدية بئر خادم والبلديات المجاورة لها من أجل تسهيل الحصول على تأشيرات لدخول الدول الأوروبية للأشخاص مقابل مبالغ مالية. بعد توقيفه علامات المركبة وتفتيشه عثر بحوزته على ملفات ووثائق صادرة من مختلف الشركات والمؤسسات وطنية وخاصة. سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال كامل إجراءات التحقيق.